أحتاج إلى صوتك. صوتي؟ نعم صوتك. هيا انطلقي، لا داعي لأن يكون صوتك جميلا ما دام يخرج من قلبك. لا داعي لأن ترفعي صوتك، فالكلمات المؤثرة يمكن أن تقال همسا. يمكنك أن تقولي شيئا بطرق كثيرة، بالكلمات، بالأفعال، بالإبداع. إذا رأيت إنسانا وحيدا فقل شيئا بمجرد أن تكون إلى جانبه. إذا رأيت لوحة فارغة فقولي شيئا بفرشاتك. إذا رأيت حوضا فارغا فقل شيئا بأن تزرعه بذورا وبأن تعتني بها حتى تزهر. إذا رأيت أحدا يتعرض للأذى فقل شيئا بأن تكون شجاعا. هاي أنت، كف عن هذا. إذا رأيت شيئا جميلا فقل شيئا بأن تكتب قصيدة. إذا خطرت في بالك فكرة لامعة فقولي شيئا بثقة. وجدتها. إذا أردت أن تظهري للعالم من تكونين فقولي شيئا بأناقة. إذا كنت غاضبا فقل شيئا لتساعد الناس على أن يفهموك. إذا رأيت ظلما قل شيئا بطريقة سلمية، ألهمي الآخرين أن يفعلوا ذلك أيضا. قد يحدث أن تقولي شيء ولا يصغي إليك أحد. مع هذا استمري بقولي ما في قلبك وستجدين من يصغي إليك. قولي وقولي وسوف تفاجئين بأن العالم كله يصغي إليك. إذا كنت شاكرا على أنك تنبض بالحياة فقل بهدوء شيئا للنجوم وللكون. بعض الناس يجدون سهولة في قول الأشياء أكثر من غيرهم، لكن لدى كل واحد منا شيء يقوله. لذا عندما تكون مستعدا قل شيئا. صوتك يمكن أن يلهم وأن يشفي وأن يغير. صوتك يمكن أن يغير العالم أجمع. هل أنت مستعد لأن تقول شيئاً؟